الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد متجدد نتدارس فيه شيئا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن وقائع من وقائع السيرة تظهر شيئا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتبين شيئا مما كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من أفعال الخير والطاعات. حديثنا في هذا اليوم يتعلق بآيات الطهارة، وآيات التيمم، فإن الله عز وجل قد أراد من المؤمنين أن تكون أحوالهم على أكمل الأحوال طهارة ونقاء إلا أنه عند ورود المشقات أو عند فقد المياه رخص لأهل الإيمان ترك الوضوء وأجاز لهم الانتقال إلى التيمم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش اقام النبي صلى الله عليه وسلم حيث انقطع عقد لي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجد ذلك العقد فأقام من اجل التماسه وليس معهم ماء فبقوا مده محتاجين للماء ولا ماء وهم يبحثون عن عقد عائشه فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه والد عائشه اليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر لابنته عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء تقول عائشة فعاتبني أبو بكر ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا أتحرك وأمتنع من الحركة من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على ماء حينئذ أنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا يقول سيد بن الحضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر تقول عائشة فلما بعثنا البعير الذي كنت راكبته وجدنا العقد تحته فهذه حادثة عظيمة تدلك على ما اشتملت عليه الشريعة من رغبة في طهارة أهل الإيمان وفيها ايضا التخفيف على الناس من جهه كون هذه الفريضه قد خفف على الناس فيها متى كان من شانهم ان يفقدوا الماء. اتحدث ايضا عن ايه اخرى في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه الايه نزلت في حادثه العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم اضافه قوم من العرنيين وقام بضيافتهم واكرمهم الا انهم لما وردوا الى المدينه اجتووا فيها فلما اجتووا عظمت بطونهم وصغرت اجسادهم وجاءهم المرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا خارج المدينه فيجلسوا عند ابل الصدقه من اجل ان يكون ذلك من اسباب نقاهه ابدانهم وسلامتهم فخرجوا إلى إبل الصدقة فأصبحوا يشربون من أبوالها وتغير عليهم جو المدينة الموبوء فسلمت أبدانهم وعافاهم الله جل وعلا فما كان منهم إلا أن هموا بالراعي ورغبوا فيه أن يسرقوا هذه الإبل فقاموا بقتل الراعي وسملوا عينيه وقطعوا أعضاءه وأخذوا هذه الإبل فاستاقوها سارقين لها فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا عليهم فاضاعوا واتاه الطريق فاصبحوا يمرون او يدورون في مكانهم ولا يغادرون خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه معه ووجدوا هؤلاء القوم الذين سرقوا هذه الابل فاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه صلى الله عليه وسلم اقام عليهم قصاصا بان فعل بهم كما فعلوا بالراعي حيث ان ذلك الراعي قد قتل وقد شملوا عينيه وقطعوا اعضاءه ففعل بهم كما فعل هؤلاء بالراعي فانزل الله جل وعلا هذه الايه في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم وتلاحظون في هذه الايه مع شده ما ذكر الله عز وجل عن المحاربين الذين يقتلون ويخيفون السبيل ويكون من شانهم اخذ الاموال الا انه فتح لهم باب التوبه والناظر في كتاب الله يجد ان الله عز وجل لم يذكر ذنبا قط الا وذكر معه التوبه يعرضها على عباده من اجل ان يدخلوا في ذلك الباب ويكون من شانهم ان يعودوا الى الله فتغفر ذنوبهم ويتجاوز الله عن سيئاتهم كما قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ان باب التوبه باب سهل يسير يكون من اثاره ان يرفع الله عز وجل تلك السيئات التي وقعت على الإنسان، والتوبة لها شروط، أولها أن يندم الإنسان على ما مضى من فعله، وثانيها أن يعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، وثالثها أن يقلع عن الذنب فلا يستمر في فعل تلك المعصية وذلك الذنب، ورابع الشروط إعادة الحقوق التي أخذها الإنسان إلى أصحابها، فإنه لا يصح من الإنسان توبة وهو لم يُعد الحقوق لأصحابها، وأما خامس الشروط فهو أن تكون تلك التوبة خالصة لله عز وجل، يريد الإنسان بها ارضاء رب العزة والجلال والحصول على الاجر والثواب الاخروي ومن هنا فان الانسان ينبغي به ان يتعاهد نفسه في باب التوبه وان يكثر من الرجوع الى الله عز وجل والتوبه اليه سبحانه وتعالى ومن الامور التي ينبغي بالانسان ايضا أن يتعاهدها من نفسه أن يكثر من الاستغفار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يحفظ له في المجلس الواحد سبعين مرة ومئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه ولما جاءت أم المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وهكذا لما جاء ابو بكر الصديق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم أو قال أنت التواب الرحيم من الوقائع التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا يعني وضع عليه الفحم والسواد وقد جلدوه فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم ما قصه هذا الرجل فقالوا بانه قد زنى فسال عن احصانه هل تزوج؟ قالوا نعم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال ذلك الرجل لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك اننا نجد حد الزاني الذي سبق له الزواج الرجم ولكن الزنا كثر في اشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقال تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه هكذا قالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم فانزل الله قوله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى ان قال جل وعلا ان اوتيتم هذا فخذوه ومن الايات التي وردت في هذا ان اليهود قد تنازعوا فيما يتعلق ب الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم ترددوا هل يراجعونه وقال بعضهم ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوا بكلامه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وأخرج أبو داود بسند آخر عن ابن عباس قال كانت قريضة والنظير وهما من القبائل اليهودية فكان إذا قتل رجل من قريضة فإنه حينئذ يؤدى بمئة وسق من التمر بينما إذا قتل رجل من بني النظير فإنهم حينئذ يقومون بقتل قاتله فكان ذلك من شأنهم فالذي حدث أن رجلا من قبيلة بني النظير قتل رجلا من قريضة فقال بنو قريضة ادفعوا هذا الرجل القاتل إلينا من أجل أن نقتله فقال اولئك بانه لا يقتل منا واحد منكم فنزلت هذه الايات وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ولا شك ان العدل والقسط في القصاص النفس بالنفس ثم لم يرتضوا هذا الحكم فنزل قوله تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن الايات التي ورد فيها ذكر واشاره لشيء من الوقائع الحادثه في زمن النبوه قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته فقد روى الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الأشجار الأخرى في مرة من المرات وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا تحت شجرة وقد علق سيفه عليها ونام صلى الله عليه وسلم تحت الشجره اذ جاء اعرابي فاخذ السيف من الشجره ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فايقظه فقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فشام السيف من يد ذلك الاعرابي بمعنى انه سقط السيف من يد الاعرابي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ السيف فوقف على ذلك الاعرابي فقال من يمنعك مني فقال الاعرابي كن خير اخذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا ولكني اعاهدك ألا أقاتلك مع أحد من الناس، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن فعلته ولم يعاقبه بشيء من العقوبات، ثم استدعى أصحابه وأخبرهم بفعل ذلك الأعرابي، كان ذلك من أدلة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورغبه في العفو والتجاوز عن الناس ولو كان منهم شيء من الخطا من الايات التي وردت في سوره المائده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه الآية آية قطعية في تحريم شرب الخمر والتعامل بالميسر. فإن هذه الآية فيها وصف الخمر والميسر بأنهما رجس يعني نجسة، وفيها وصف بأنها من عمل الشيطان، وفيها أمر صريح بإجتنابها، وفيه تعليق الفلاح بإجتناب الخمر والميسر، وفيها بيان أن الخمر والميسر تؤدي إلى أمور مخالفة لمقصد الشريعة المباركة من الصد عن الصلاة ومن وقوع العداوة بين الناس ولذا ذكر اهل العلم ان هذه الايات تشتمل على اكثر من عشرة اوجه من اوجه تحريم الخمور يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزل تحريم الخمر بسبب قبيلتين من قبائل الانصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض يعني بأنه جرح بعضهم بعضهم الآخر فلما ذهب أثر الخمر عنهم جعل الرجل منهم يرى الأثر في وجهه ولحيته فيقول فعل أخي فلان بهذا الفعل وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فكان يقول والله لو كان اخي بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا الفعل فحينئذ وقعت الضغائن في قلوبهم واصبح بينهم شيء من النفره فانزل الله جل وعلا هذه الايات انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون قال بعض الناس من الذين كانوا في ذلك الزمان بان اخوه لهم قد ماتوا قبل ذلك والخمر في بطونهم مات فلان وقتل في يوم بدر والخمر في بطنه وقتل فلان يوم احد فأنزل الله هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فكان ذلك مبينا للحكم الشرعي في هذا الباب روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها وكان خمرهم يومئذ يؤخذ من التمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات تحريم الخمر أمر مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه لانس اخرج فاهرق الخمر قال انس فخرجت فارقتها فجرت الخمر في سكك المدينه كان ذلك تطبيقا عمليا من الصحابه رضوان الله عليهم في اجتناب المحرمات وعدم فعلهم لما نهى الله عز وجل عنه بل كان ذلك تطبيقا سريعا للأحكام الشرعية التي نزلت من عند رب العزة والجلال أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يبارك فيكم وأن يسعدكم دنيا وآخرة وأن يجعلكم من الهداة المهتدين اللهم أجر عليهم في أرزاقهم وأصلح لهم ذراريهم وبارك لهم في جميع شؤونهم كما اساله جل وعلا ان يوفق ولاه امرنا لكل خير وان يبارك فيهم وان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين